وزي ما قال أحمد هذه الحلقة سأتحدث فيها عن هذا الحدث العظيم والكبير اللي كان تأثيره عظيم وامتد فينا إلى يوم القيامة. بنسعد في هذا الصباح أن يكون معنا واحد من المهتمين بالشأن الإسلامي وواحد من خلاوة القرآن الكريم من ودراوة. بنسعد كثير جدا بالشيخ إبراهيم أبو سبيب. صباح الخير واهلا ومرحبا بك وكل سنه وانت طيب. صباح النور وجزاكم الله خير على هذه الاستضافه الطيبه في هذه القناه المباركه، ونسال الله عز وجل ان يجعله صباح خير في رحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنحن نشرف اليوم بذكرى هجرته، ونسال الله عز وجل ان يجعل هذا العام الجديد عام خير وبركه وامن وسلام لجميع اهل السودان. امين ان شاء الله. شيخ إبراهيم، كثيرا ما نتحدث عن هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم باعتبار أن هذا الحدث لا يمكن أن يكون حدث عابر، فيه كثير جدا من الدلالات وكثير من التحولات. خلينا نبدأ الكلام معك عن مواعيد هذه الهجرة، دلالات ميقات هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، أولا الهجرة أتت بعد جهد وعناء في العهد المكي. هذا يقودنا الحديث عن أسباب الهجرة، وهي أن المسلمين لاقوا أشد صنوف الأذى والتعذيب والضيق والتضييق، ومنعوا من إقامة الدولة الإسلامية في مكة المكرمة. ولكل هذه الأسباب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة أولا إلى الحبشة، الهجرة الأولى والثانية، ثم بعد أن عقد بيعتي العقبة مع الأنصار في المدينة أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة، وانتظر هو آخيرا ولحق بهم صلى الله عليه وسلم في المدينة. فهذه الهجرة كانت بعد عناء وتعب في مكة ومشقة لمدة 13 عاما، لقي فيها المسلمون صنوفا من الأذى والعذاب، فأمرهم الله عز وجل بالانتقال إلى المدينة المنورة. طيب شيخ إبراهيم، لو جينا نعرفها بصورة عامة، الهجرة هي ذاتها شنو؟ الهجرة لغة بمعنى الترك والمفارقة، واصطلاحا لها معنى حسي ومعنى معنوي. المعنى الحسي هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام. فكل مسلم إذا كان يعيش في بلد غير مسلمة ولا يستطيع أن يظهر دينه، فيجب عليه أن يهاجر منها إلى بلاد المسلمين. نعم. ومعناها الحسي وهو معنى أشمل وأوسع، ويستطيع كل إنسان أن يتمثله في حياته اليومية، وهي هجر المعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذه الهجرة الحقيقية، أن تنهى أن تهجر وتترك ما نهى الله عنه. نعم. طيب رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة، عندما نتحدث أن هذه الرحلة أو فكرة الهجرة عموما كانت نصرة للإسلام، كيف يعني نبسط هذا المعنى والمفهوم؟ هو في حقيقة الأمر الهجرة كانت نصرا عظيما. نعم. وبذلك سماها الله سبحانه وتعالى في كتابه نصرا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. نعم. فالهجرة كانت نصرا عظيما للإسلام. نعم. لأن الإسلام تحول من مجرد دعوة إلى دولة، وتحول المسلمون من أفراد مستضعفين إلى قوة وشوكة، فأصبحت عندهم دولة. ولذلك تغير الخطاب الشرعي في المدينة المنورة من خطاب عام دعوة ومواعظ إلى خطاب عملي، حيث شرعت الأحكام العملية من تفاصيل الزكاة وتفاصيل الجهاد. يعني الهجرة هي كانت والأحكام. انتقال للدين بشكل عام، ونقلة نوعية للدين الإسلامي من دعوة يعني نظرية إلى دعوة عملية لها دولة وشوكة وأحكام. نعم.
طيب نحن إذا تكلمنا يمكن جينا في أسبابه بصورة عامة، يا ريت شوية نفصل في أسبابه، يعني يمكن نحن زي ما قلت لك قبل شوية تحولنا من الضعف إلى القوة. نعم. السبب الرئيسي هو التضييق. التضييق. فلما استحكم التضييق وأصبح في ذروته أذن الله بالهجرة. نعم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يثبتوك أو يقتلوك ويمكرون. نعم. ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم. فقريش يعني عندما عزمت على القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل والحبس فأذن الله له بالهجرة، فجاءت في قمة الضيق أو التضييق على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وثانيا السبب الرئيسي اللي هو منع المسلمون من إقامة الدولة في مكة، الدولة الإسلامية، فكان لابد من إيجاد مكان مناسب وبيئة صالحة لإقامة هذه الدولة، فكانت هذه الأسباب. طيب شيخ أبو سبيب، لما نتحدث عن قوة الإسلام بعد رحلة الهجرة، بعد وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قد يكون هذا الأمر واضح، لكن لما نتكلم عن رحلة الهجرة نفسها باعتبار قوة للإسلام وليس الضعف، الرحلة نفسها من مكة إلى المدينة، كيف أيضا نفسر هذا المفهوم؟ هي الرحلة كانت رحلة عظيمة، وفيها يعني هذا يقودنا ندخل في محور الدروس المستفادة. الدروس المستفادة من الهجرة. نعم. لأن القصص هذه ليست مجرد أحداث تروى، لقد كان في قصصهم عبرة. نعم. فلا بد من الاستفادة من الدروس التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة. أول الدروس، وهذا خطاب لجميع الأمة بأن يستفيدوا من هذه الدروس في حياتهم اليومية بمختلف يعني تخصصاتهم، أولا التخطيط والإعداد المبكر. فهذه الهجرة كانت فيها خطة محكمة وفيها إعداد مبكر. من الإعداد المبكر أن أبا بكر، سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان قد أعد راحلتين قبل 4 أشهر، وكان يعلفهما في بيته استعدادا لهذه الهجرة. وعندما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه قد أذن له بالخروج، قال له: يا رسول الله، الصحبة؟ قال: نعم. فقال له: قد أعددت راحلتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. يعني اشترط أن يدفع ثمن الراحلة التي يهاجر عليها، وهذا من حرصه على كمال الأجر، لأن الأجر على قدر المشقة والنفقة. وهذا أيضا فيه دعوة للأمة لعدم الاتكالية، وأي إنسان لابد أن يعني يقوم بنفسه في أمر الدعوة. أيضا من الاستعداد المبكر أنهم أعدوا خطة محكمة، من يحضر الطعام، من يبدد الآثار بالراعي بأغنامه، وغيرها من شغل تكتيكي، شغل تكتيكي وتخطيط و يعني إعداد مبكر. نعم. يمكن من أيضا الدروس المستفادة في بعض الحديث عن إنك أنت ممكن يعني في الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق استفادوا من كل شخص، يعني ما شرط الشخص يكون منتمي حتى للإسلام. أيوة، هذه فائدة نسميها استخدام الخبراء. نعم. استخدام الخبراء. نعم. هذه من الفوائد العظيمة للهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ دليلا ليدله على طريق المدينة، وهذا فيه استخدام للخبير، وكان كافرا. نعم. وهذا فيه دليل على أن أهل الخبرة يقدمون على أهل الولاء، إذا كان على أهل الولاء ما دام عنده خبرة. نعم. وإذا مع أمن جانبه فإن خير من استأجرت القوية الأمين. نعم. فالخبرة لها أثر عظيم وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله أيضا فيه دروس للأمة بالأخذ بالأسباب المشروعة. نعم. التي لا تنافي التوكل، العلماء يقولون الأخذ بالأسباب المشروعة لا ينافي التوكل. التوكل. نعم. لأن إمام المتوكلين صلى الله عليه وسلم اتخذ دليلا إلى طريق مكة. نعم. وهذا كله تعليم للأمة لتعلم الصبر وتحمل المشاق والمثابرة والجد والاجتهاد، لأن الله عز وجل قادر على أن يهاجر بعبده صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في طرفة عين. نعم. كما حصل في الإسراء. نعم. ولكنه أخذ في الطريق 10 أيام بين الجبال والوديان وفي شدة الحر، ومع الحرص على الاجتهاد في السير حتى لا يدركه الطلب، فهذه كلها من الأخذ بالأسباب والرهبة والخوف. أيوة. نعم. نعم.
شيخ إبراهيم أبو سويف، يمكن ذكرت في مقدمة حديثك إنه هذه الرحلة هي كانت نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم، ونصر كبير جدا للإسلام. ضيق عليه في مكة في بادئ الأمر، وظلم واتهم بأنه كاذب وأنه ساحر وكثير جدا من أشكال التضييق. فجاءت الهجرة لتكون فتحا جديد للرسول صلى الله عليه وسلم وللإسلام وللأمة الإسلامية. كيف نقرأ رحلة الهجرة كي تكون مبعث أمل لكل مسلم في هذا الزمان؟ أيوة نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم هاجر وهم واذكروا إذ كنتم قليلا مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الله فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فهذه منة من الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه هاجر ومعه صحابة قلائل تركوا جميع أموالهم وتركوا مساكنهم ودورهم وهاجروا بأنفسهم فقراء ضعفاء، ومع ذلك آواهم ونصرهم ونصرهم ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. فكان هم حقيقة في حالة من الذل والضعف، لكن بصبرهم وإيمانهم وقوة تحملهم وعلو همتهم وحرصهم على بلوغ الهدف المطلوب استطاعوا أن يتجاوزوا كل هذه الصحب. فكانت المدينة صغيرة، وهذا أيضا يعني فعمرت بالمهاجرين وازدهرت وقويت شوكتهم إلى أن أصبحت دولة حكمت جميع العالم. نعم. أيوة. شيخ إبراهيم، نحن يعني قبل ما نختم لابد من إنه في آثار ترتبت على هذه الهجرة، يعني نستفيد منها نحن حتى الآن وحتى يرث الأرض ربنا سبحانه وتعالى ومن عليها وما عليها. يا ريت نتحدث شوي عن الآثار المترتبة على هذه الهجرة. من الآثار المترتبة على هذه الهجرة اللي هو تحول المسلمين من أفراد إلى دولة. فكانوا أفراد مستضعفين تحولوا إلى دولة متمكنة استطاعت أن تسيطر على جميع أنحاء الأرض. أيضا من الآثار ازدهار المدينة وتوسعها، لأنه كما قال ابن كثير رحمه الله وقد تشرفت المدينة بهجرته صلى الله عليه وسلم وأصبحت كهفا لأولياء الله وعباده الصالحين وحصنا منيعا للمسلمين ودار هدى للعالمين. فتوسعت المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاها استبشر به أهلها ووحد كلمتهم وآخى بين المهاجرين والأنصار وعاهد اليهود وأصبحت آمنة وازدهرت بالتجارة وتوسعت وسماها طيبة ودعا لها بضعف ما لمكة من البركة، وسأل الله عز وجل أن يحببها له كحبهم مكة أو أشد. وبذلك أصبحت المدينة تأكل القرى وتأكل المدن، فازدهرت وتوسعت وأصبحت لها السيادة والريادة. أيضا من الآثار وأن الهجرة تعتبر تغيير للتاريخ، ولذلك عندما أراد المسلمون في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يضعوا تاريخا للمسلمين، تاريخ مرقم، يعني التاريخ مرقم لأنه ما كان عندهم الكلام هذا في حوالي سنة 16 أو 17 أو يعني في الحدود دي هجرية بعد الهجرة، اجتمع الصحابة كعادتهم في عهد عمر لأنه كان يدعو الناس للمشورة وتشاوروا في بداية التاريخ الإسلامي. بعضهم أراد أن يقلد النصارى في تاريخهم، وبعضهم أراد أن يقلد الفرس، فرفضت هذه الخيارات لأن الأمة الإسلامية أمة رائدة لا تتبع الأمم الأخرى وإنما هي لها خصوصيتها وتميزها، فرفضت هذه الخيارات. ثاني طرحوا خيارات أن يؤرخ بمولده صلى الله عليه وسلم أو بعثته أو وفاته أو هجرته، واختار عمر وهو الملهم المحدث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحق على لسان عمر وقلب عمر، اختار الهجرة. أيوة. وكما يقول الإمام السهلي ربما استرشد بقوله تعالى، وهذا يسمى من التفسير الإشاري، يعني القرآن يشير إلى أشياء بدلالات بعيدة يلمحها أهل النظر، بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما جاء المدينة أسس مسجد قباء ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلاهما أسس على تقوى من أول يوم، فكلمة أول يوم استلهم منها بداية التاريخ، فكان بداية التاريخ. ونحن بهذه المناسبة ندعو المسلمين
أن يعتزوا بدينهم كما فعل عمر، وأن يهتموا بالتاريخ الهجري، لأن هذه رأس السنة الهجرية يعني مر على الناس مروراً مرور الكرام. نعم. بدون زخم كما يحصل في المناسبات الأخرى. نعم. فهذه مناسبة جزاكم الله خير لتذكير الناس بهذا المجد والعزة الإسلامي. شيخ إبراهيم أبو سبيب، أستاذ القرآن وعلومه بخلاوة أبو سبيب ودراوة، شكرا جزيلا لحضورك ولكل ما أفدتنا به من معلومات، جزاك الله خير. وجزاكم الله خير، وربنا يوفقكم ويجعل هذه الشروق تشرق على أهل السودان في كل صباح بالخير واليمن والبركات. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. آمين، وكل سنة وأنت طيب.